والله بالنسبة لرفع الدعم للسلعة التموينية كان يحد بالبرنامج بتاع الاستغلال والبجارة السماسرة اللي يذبحوا فينا. تو احنا كانوا فينا ذبح برقبته ويذبحوا فينا تدريجيا، كانوا يحد من البرنامج هذا ما فيش باس، لكن خايفين يرفعوا الدعم وتقبل نفس القصة الأول. بالنسبة لهذا رأيي، بالنسبة لكن كانوا يحل مشكلة ما فيش مانع. بالنسبة لرفع الدعم من هو في حالة يقلل من قصة التهريب، هربوا بالسلع التموينية بالطريقة، لكن في حالة يقلل منها ما فيش مانع لها. مش مانع. البديل هو رفع الدعم، هو كويس، لكن يضمنوا للمواطن أن يزيدوا له المرتب بتاعه ويزيدوا في قيمة الرفع الدعم عليه. الدعم من قلم أيدينا، يعلم الله تعالى يرفع الدعم على الأقل في كونه مصمصرة برا، بضاعتنا زيتنا، طماطمنا، رزنا في تشاد وفي مصر وفي تونس، يعلم الله يرفعوه، يخلونا كيلو زيت بخمسة جنيه في السلعة التموينية وخمسة جنيه في الدكان، ويوفروا لنا سيولة من أبو شيء أكثر من أبو حتى بصير. يعطوها بديل، يحطوها في الراتب، يدروا لها أي حل، لكن رفع الدعم يعلم الله إنه إجرام 100%. السلعة التموينية بالنسبة للموضوع رفع الدعم هو حل، لكن ضروري توفر السيولة في المصارف، نزل نفس القيمة اللي حولوها من ورفع الراتب، يعني تحسين الراتب. ولما يجد السلعة موجودة في الدول نفس ليبيا تنتهي عملية تهريب السلعة خارج ليبيا، لأن نحن عارفين شنو اللي خلى فيهم يهربوا فيها برا، الدول الأخرى سعر أعلى وهنا مخفضة، يحاول أي واحد يهربها لخارج ليبيا، وهيك هي سببت أزمة الحالية. الأزمة الحالية موجود، كل الأشياء موجودة، لكنها تجد تقول في انقطاع بالنسبة للسلع التموينية نتيجة تهريبها خارج ليبيا. نحن نوافق عليها بشرط أنهم يدعموا السلعة في المصارف. دعمنا قلنا ضده، مفروض ينقصنا فيه مش يرقلنا فيه، مش تغلي كل حاجة، الدنيا كلها مشيطة، لأنك فلوس لأنك شيء وترقيه أخرى صعبة لما يشي عرف. ما قرر ينقصنا دعم صدق. السلع التموينية هذه موضوع من عهد معمر، يبي يرفعوها يبي يرفعوها كلام حبر على ورق. نحن الأفضل قبل ما يرفع السلع التموينية تكون السيولة متوفرة في المصارف ويعطوها بديل، لكن أنت تو تسكر علي السلع التموينية والمحلات هناك غبي في التسعيرات غالية وتقول لي لا نرفع السلع التموينية، لا الموضوع هذا ضده، لكن نحن نحب نتوفر السيولة في المصارف ويعطوها دعم بديل دركت يوم اللي يسكروا السلع من هنا يعطوها بديل دركت مرتب افضل للمواطن، باش ما يستغلش الاجنبي يبقى معنا في نفس الموضوع، انا اخذها بجنيهين وهو ياخذها معايا بجنيهين، انا مواطن ليبي حقي اني ناخذها بديل في المصرف، هو ما عندهش حق، هو مواطن اجنبي ما عندهش حق انه ياخذ معايا في ثروتي. السلعه التمنيه اللي يبوا يرفعوا عليها الدعم هي وين؟ اول مره احنا التوره اللي صارت هذه قبل قلنا نبوا الصلاح لهالشعب راقد الريح. الشعب تملح، جت عصابة من أمريكا ومن بريطانيا ومن إيطاليا، خذت اللي هناك اللي معقب القذافي خذوه في شوالات وعدوا بي، وإحنا قعدنا لا دعم، حكيت الحليب بثلاثة ونص، حكيت الزيت بعشرة، شوال رز كنا ناخده فيه بخمسة دينار اللي كسبناها في تورة براير بدينا بثمانين، شوال السكر بمية وستين جنيه، شكارة الدقيقة بثمانين دينار. على مستوى ليبيا احنا نتكلموا، على مستوى ليبيا ما نتكلموش على مستوى غبلية والله مستوى شيء حاجة قريب، عرفت ولا لا؟ عصابة سراقة جت من أمريكا وبريطانيا خلبوا الشعب الليبي وقعد الشعب الليبي طايح ساعات. كيف هالحالة؟ هالمصرف اليوم لا، اليوم لا شهر جاب 500 جنيه في اللي طالفين وفي اللي ما طالفين، في اللي معين والله، في اللي معين. لا إله إلا الله، قلت لك نحن اللي نتكلموا عليها برنامج السلع اللي جتهم، السلع اللي انت جيتوهم والله في ناس لها سنتين وثلاثة مسلك قسما بالله، وفي ناس ياخذ في 250 جنيه وفي اللي ما ياخذ له في شيء بك. توا بدل ما يساعدوا المواطن يعدوا يديروا له يزيدوا له السلع، والله جديات الله اقول لهم انتبهوا، تنتبه حكومتنا هذه، المواطن نتاعها خليها تنتبه، راه المواطن هنا تملح قسما بالله. السلع هذه نشهد بالله صراحه انهم يحولوا لنا قرار زياده السلع هذه قسما بالله. طيب انا اللي قدامك ليجي كم شهر ما سلكش بك. نحن معها رفع السلعه، رفع الدعم على السلعه التموينيه، لان المستفيد الاكثر هم التجار اللي في سوق السوداء، خاصه لما تمشي في مغازي في سوق البدريه وكذا تلقى السلع التموينيه معروضه
بشكل كبير بالكل، وتباع باسعار يعني هي ممكن في الجمعيه بجنيه بجنيه ونص، برا بخمسه خمسه ونص. وكذلك رفع الدعم اخرى على البنزينه، لان البنزينه في اللي عنده خمس سيارات وفي المواطن اخرى ما عندهش ولا سياره. وبينما واحد في التقاعد واكبر شريحه تقاعد ياخذ 450 جنيه، الان هالوقت ما هو قادر حتى يجيب حكيت حليب 3 جنيه ونص، وانت ترفع لي الدعم. شنو البديل اللي تحط لي انا باش نوافق على الدعم؟ رفع الدعم ما فيش بديل، ما فيش بديل للكلام هذا. عده مرات نسمعوا ان رفع الدعم ونعطوا بديل، يعني نزيدوا في الزياده في المرتبات او نعطوا السلع المدعومه، نخدم اللي كنا ندعمه ونعطوها مع المرتبات، لكن مش موجود، ما فيش ضمان للكلام هذا. اعطيني ضمان وانا نقول صح ارفعوا الدعم، لكن ما فيش ضمان. احنا عارفين السلع التموينيه تهرب تطلع برا، لكن ايش حاملين؟ لان نحن ما قدرناش نرفعوا الدعم ونحن مرتباتنا بالوضعيه هذه. انا اللي قدامك عندي 8 انفار ناخذ في 450 جنيه، طالب يبي ياخذ المناسبات، كيف بنغطي حياتي ولا ما يرفعوا الدعم؟ وبعدين قاعد مرفوع الان، الدعم مرفوع موجود، حكيت الحليب ب 3 جنيه ونص، الزيت ب 6 جنيه، الرز ب 3 جنيه، ناخذ 3 جنيه، 7 جنيه، وين توين؟ ما فيش حاجه موجودة للدعم غير الدعم. الدقيقة والأمس 17.34 جنيه القنطار، صح ولا لا؟ الخبزة توا ب 10 قروش الفردة، هل ياخذ 450 جنيه؟ هذا اللي ايش يوكل وايش يبد وايش يدير؟ أول ما نبدأ نقول كلمة أنا مع تأييد رفع الدعم، لأن السلعة تجي بعد 6 شهور بعد 7 وتجيك حاجة ناقصة، هذه واحدة. ثاني بالثاني ثاني بالثاني انا بقول لك دعم، رفع الدعم انا معاه، لانها تنزل في حساب المواطن اكثر من السلعه. السلعه اللي تجي لجمعيات تجيك وحده ولا اثنين، وفي مرات ما تجيكش. نحن لنا قريب عام ما رينيهاش بك، عام بحاله يقول لك هاي قاعده في مخازن ما تجيش، تطلع تصرف من جمعيه، تصرف من المخازن وتصرف، تصل نلقى فيها على الحدود. لكن لما تعطيني الدعم ترفع الدعم والسلعه عن السلعه يقبل كل حد وصلها حقها بالمزبوط في حسابها، لكن نحن اللي خايفين منها راح ترفع الدعم عن السلعه وفي الاخير ما تقبى كيف علاوه العيله بعد عامين وما جيناش. لكن الافضل انك ترفع الدعم لكن بشرط انها تنزل شهري مع المرتب. بالنسبه للموضوع رفع الدعم على السلع التموينيه، هو في الوقت الحاضر ما اعتقدش انه مناسب، يعني لان يعني طبعا ضروري من بدائل، وانت شوف وضع البلاد يعني تو بصفه عامه، ضروري من بديل ترفع الدعم، ضروري من انك بديل يعني مثلا يا قيمه مثلا فلوس نزلها لما فلوس مثلا، لكن هناك ترفع الدعم مباشره اعتقد سبب ازمه بالاخص تو في غلاء الاسعار يعني.